اقول لك كلمه صعبه يا يوسف؟ اتفضل يا فندم. مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بيا، انت ما تعرفش انا بعمل ايه. احنا مقدرين. لا 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 لا، انت ما تعرفش، اللي يعرف واحد بس، ربنا. ربنا يا يوسف عارف، ونعم بالله. اللي يعرف انا بعمل ايه وبيساعدني مين؟ ربنا. عشان كده انا دايما دايما شاكر الحمد لله، ومكسوف ان انا مش عارف اشكره مظبوط، وبطلب منه الدعم والمدد، بقول له لاجل خاطر الغلابه اللي موجودين ساعدني يعني، واجبر خاطري واديني عشان اقدر اعمل حاجه. عشان بتجبر بخاطر الناس يا فندم. يا رب اعرف. لا بتعمل كده يا فندم.